ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الدكتور سعد الحامد المستشار في العلاقات الدولية وفض النزاعات. أهلا بك معنا دكتور سعد. اليوم اتصال مهم بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن حول التصعيد في غزة. لماذا هذا الاتصال برأيك؟ هل تبحث واشنطن عن طرق للتهدئة؟ ولماذا هذا الاتصال بالرياض بهذا الوقت بالتحديد؟ اهلا وسهلا فيك وفي المتابعين الكرام اختي. لا شك بان موقف المملكه كان سابقا ثابت تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وما يحدث الان او هذا التواصل الان مع الرئيس الامريكي الان هو لايجاد حل لهذه القضيه وايقاف هذا العنف وهذا الدمار وما نشهده الان من سقوط ضحايا وقتلى في الاراضي الفلسطينيه. في الحقيقه بان فعلا نجد بان المجتمع الدولي يجب يقف عاجزا امام هذه الماساه، ولا بد من اطار موحد. راينا بان امس هناك موقف عربي موحد تجاه القضيه الفلسطينيه، يعني الدول العربيه كانت متوحده يعني نحو القضيه الفلسطينيه وايجاد حل وايقاف هذا الدمار واهميه السيطره على الاوضاع، لان ذلك قد ينفلت ويخرج من الاطار. وانا اعتقد بان المملكه العربيه السعودية منذ بداية الأزمة وهي تمارس الدور الدبلوماسي المعهود منها بالضغط بشكل أكبر على الحلفاء للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الانتهاكات. ولا شك بأن أمس يعني الاتصال الذي حدث أيضا يصب في هذا الإطار، إيقاف العدوان على يعني المدنيين وعدم تجاوز القانون الدولي والسيطرة على الأوضاع ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. وبالتالي أيضا واشنطن الآن لديها قناعة، ورأينا أمس بأن القرار الذي تحاول أن يعني الولايات المتحدة أن تتحرك خلاله أو له، يعني هناك استجابة دولية الآن من الغرب بأن هناك فعلا أن إسرائيل بدأت تنتهك الجانب الإنساني بشكل كبير. ورأينا أن حتى غوتيريش أمس الأمين العام للأمم المتحدة أيضا كان هناك تصريح قوي له وحيال أن إسرائيل هي من كانت بادئة يعني التصعيد ليكون هذا الرد من قبل حماس والاستمرار بهذه الحرب. وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية الآن واتصال سمو ولي العهد الآن يصب في هذا الجانب، نعم. وضع أسس الضغط بشكل أكبر على الجانب الأمريكي لإيقاف هذه الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية للمواطنين الموجودين يعني الانتهاكات المتكررة من قبل الإسرائيليين، عندما تحدث عن 6000 قتيل وأكثر وعدد كبير من الجرحى فهو عدد كبير جدا. ولا بد أن الغرب يعني يقف عن ازدواجية المعايير التي يعني تعطي زخما كبيرا لإسرائيل بالاستمرار فيما يقومون به. نعم. نعم دكتور سعد، يعني برأيك هل عكس الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية والتصعيد الجاري هناك وانتهاك الأوضاع الإنسانية هناك، هل عكس صلابة في رفض العنف اللامحدود باتجاه الجيش الإسرائيلي لذلك توجهوا بطلب مشورتها باعتقادك؟ المملكة العربية السعودية في كل البيانات التي صدرت عنها وكل المواقف السياسية التي رأيناها كانت تدين يعني العدوان، تدين يعني انتهاك إنسانية المواطن الفلسطيني، تدين التدخل بهذه الطريقة الهمجية من قبل الجانب الإسرائيلي. وبالتالي المملكة العربية السعودية الآن تحاول أن تبلور يعني موقفا مع أشقائها العرب تجاه ما يحدث في فلسطين. ولا شك بأن أيضا الدول الغربية يعني كما أشرت سابقا الآن تعرف يعني بأن المملكة العربية السعودية لديها المكانة والمكانة الاقتصادية والجيوستراتيجية والمكانة السياسية التي تؤهلها لأن تقول كلمتها فيما يحدث الآن، وأن يعني السيل وصل لمستوى كبير، يجب أن تقف هذه الانتهاكات الآن، لابد أن يكون ذلك موقف موحد. ويعني لابد أن نضع في اعتبارنا بأن مصالح تلك الدول الغربية الآن يعني أيضا ستتأثر بما يحدث، وخصوصا في ظل أن الصراع هذا الآن انعكس على الأرض وتمدد إلى لبنان وسوريا والدول الجوار، وبالتالي فسوف يكون هنالك يعني حرب شاملة في المنطقة. ولا أعتقد بأن الغرب يرغب بأن يكون هنالك مواجهة عربية أجنبية أو غربية في هذا الجانب. وبالتالي فجهود المملكة تصب نحو وإيقاف ما يحدث الآن، ويعني يعني مواقف حتى وزير الخارجية أمس
اتجاه، يعني راينا في تصريحه في الامم المتحده، هو وزير الخارجيه المصري، وزير الخارجيه الاردني، الفلسطيني، كلها تصب بهذا الجانب. يعني في ظل هذا يعني الضعف الكبير الذي نجده من قبل مجلس الامن الدولي في ان يتخذ قرارا يدين فيه الانتهاكات الاسرائيليه ويوقف هذا الصراع الحاصل على الارض. نعم نعم، بالحديث يعني عن رفض التصعيد وامتداد الصراع الى مناطق، الى باقي المناطق في الشرق الاوسط او في باقي المناطق، هل هناك محاوله امريكيه لاستغلال العلاقات السعوديه الايرانيه باعتقادك في الفتره القادمه، لذلك قامت بلعب دور التهدئه برايك؟ انا اتوقع بان يعني كما قلت لك هنالك ضغوط سعودية على الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي أيضا يرى الآن بأن فعلا، يعني أنا رأيت بعض التقارير يعني بأن هناك عدم اقتناع بما يعني بالأهداف التي تضعها إسرائيل أو تحاول أن تحققها من خلال تلك العملية العسكرية. يعني هناك قناعات داخلية بأن هناك تجاوز كبير مع تجاه الجانب الإنساني، وبالتالي أيضا وجود ضغوط من الجانب السعودي أو الجانب الخليجي تجاه ايضا ايران، بحكم ان المملكه العربيه السعوديه الان لديها علاقات جيده مع الجانب الايراني، وبالتالي الضغط على الاذرع وعلى حركه حماس بايقاف يعني امكانيه يعني الافراج عن الاسرى وايقاف يعني تبادل اطلاق النار مع الجانب الاخر قد يكون له دور في ايضا ان تقوم الولايات المتحده بالضغط بشكل اكبر على اسرائيل لايقاف عدوانها، ويعني ان لا نصل لمرحله الحرب البريه او التدخل البري، لان التدخل البري سيعني ايضا سقوط ضحايا اكبر وقد يوسع من دائره الصراع. نعم، وبالتالي كما أشرت يعني فعلا هناك دور منشود من المملكة العربية السعودية أيضا بأن تضع يعني ثقلها الإقليمي وعلاقاتها مع الجانب الإيراني بالضغط بشكل أكبر على حزب الله، على الحوثيون، على حماس لعدم التدخل وتوسيع دائرة الصراع وإيقاف هذا يعني هذه القذائل العدوان يعني أو يعني تبادل إطلاق النار بين الجانبين. يعني نعم نعم، هناك أيضا موضوع دعوات الرياض للهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار. بالحديث عن العلاقات الأمريكية السعودية، هل تعتقد أن هناك تقاطع في ذلك بين الحليفتين الأمريكية والسعودية؟ هناك اتفاق يعني بأن يكون هنالك فعلا إتاحة فرصة لإدخال المساعدات، ويعني أيضا تدخل أممي السماح بدخول المساعدات وزياده حجم المساعدات، نتيجه لان ما تم يعني ادخاله من مساعدات لا تكفي لتدارك الاوضاع الكارثيه داخل يعني غزه وداخل فلسطين. وبالتالي يعني القادم انا اتوقع بان هناك تنسيق اكبر بين الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه يعني ايجاد مخرج وايجاد زياده للمساعدات الانسانيه، طبعا بالتنسيق مع الاخوان في الجانب المصري والجانب الاردني، يعني من خلال يعني رفح ويعني للدخول الى داخل يعني فلسطين وغزه وتجاوز هذه يعني الاوضاع الكارثيه داخل القطاع وداخل فلسطين. نعم، الدكتور سعد الحامد مستشار العلاقات الدولية وفض النزاعات، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.